السلام عليكم ورحمة الله اعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي هنحل مع بعض إن شاء الله أسئلة يونت ثري الوحدة التالتة ياريت قبل ما أبدأ الحل ما تنساش الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة He was the first A to finish the race هو كان أول ايه? ينهي السباق He was the first runner يعني هو العداء الأول في إنهاء السباق She's wearing A around her neck هي ترتدي إيه حول رقبتها Scarf سكارف ممكن تكون الإشارب أو وشاح يعني بيتم ارتداؤه حول الرقبة ، famous people have a lot of إيه they encourage them الناس المشهورة بيكون عندهم الكثير من إيه هما بيشجعوهم يبقى هما عندهم a lot of fans يعني الجمهور أو المشجعين ، old people usually have white ال old people كبار السن عادة بيكون عندهم إيه أبيض ، white hair يعني شعر أبيض محمد صلاح has a big A on his face محمد صلاح عنده A كبير على وجهه A big smile يعني ابتسامة كبيرة A big smile uh, محمد صلاح is an Egyptian star He's very famous محمد صلاح بيكون نجم ايه مصري هو مشهور جدا نجم رياضي مصري يبقى اجيبشن سبورتس ستار سبورتس ستار معناها نجم رياضي سبورتس ستار A baby bird is very it can't fly for many days الطائر الصغير بيكون ايه جدا لا يستطيع ان هو يطير لمدة ايام عديدة يبقى it's very weak يعني ضعيف جدا محمد صلاح is very famous so he can't have a life محمد صلاح مشهور جدا لذلك لا يمكنه ان هو يكون عنده حياة ايه حياة عادية يبقى normal life normal life tomorrow غدا is a I won't to go to school غدا بيكون ايه انا لن اذهب للمدرسة يبقى tomorrow is a holiday يعني اجازة people around the world have different they don't look like each other الناس حول العالم بيكون عندهم ايه مختلف هم لا يشبه بعضهم البعض يبقى هما عندهم ايه مختلف ملامح مختلفة يبقى different features features يعني ملامح I can't see well without wearing my انا لا استطيع ان ارى جيدا بدون ارتداء بدون ارتداء my glasses نضارتي glasses يعني نضارة هي جمع لكنها مفرد يعني نضارة واحدة the hair that grows on a man's cheeks and the chin is called الشعر اللي بينمو على خدود الرجل وزقنه بيسمى ايه بيسمى لحية اللحية اسمها beard beard يعني لحية The hair grown over the man's mouth is called الشعر اللي بينمو فوق فم الرجل اسمه ايه مستاش يعني شارب موستاش موستاش مستاش يعني شارب means to win points in a game معناه ان انت بتفوز بنقاط في لعبة يبقى ده اسمه ايه بتحرز اهداف يبقى سكور سكور يعني يحرز اهداف What does your brother أخوك شكله إيه What does your brother look like Look like يعني إيه ملامحه He's got short curly hair يعني هو عنده شعر كيرلي قصير محمد صلاح is quite short a footballer محمد صلاح بيكون إلى نوعا ما إيه قصير لحد ما إيه قصير إن هو يكون لاعب كرة قدم يبقى quite short إيه for a footballer إن هو يكون لاعب كرة قدم بعد كده حل صفحة مية واحد مية تلاتة وتلاتين I got short curly hair أنا مفروض أنا عندي شعر كيرلي قصير يبقى I I تاخد have اختصار have I've 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 got short curly hair I've got يعني عندي I visit my uncle today because I'm very busy أنا أزور عمي اليوم لأني مشغول جداً يبقى أنا إيه أنا مشغول يبقى لا أستطيع يبقى إيه كان ولا كانت هتبقى كانت يعني لا أستطيع وكانت بجيب بعض الفعل في المصدر ، أميرة got a car she walks to work ، أميرة عندها سيارة هي تمشي إلى العمل يبقى هي ليس عندها أميرة مفرد يبقى فيها بإيه ، هاز جوت تنفب هازنت جوت محمد صلاح scored a lot of goals هيز فيري فاست محمد صلاح يحرز العديد من الأهداف هو سريع جدا. يبقى يستطيع ان هو يحرز يبقى كان سكور يستطيع يحرز اهداف كثيره شي got بلاند هير هي لديها شعر اشقر هي مفرد يبقى تاخد ايه has got has got يعني لديها او عندها you read this text please you read this text please تقرا هذا النص من فضلك يبقى هنا بقول ايه هل يمكنك من فضلك ممكن تعمل كذا يبقى هنا بطلب يبقى can you read هل تستطيع ممكن من فضلك has got a new laptop عنده لابتوب جديد مين has بتيجي مع الفعل المفرد طيب ايه هنا فعل مفرد هي عندها لابتوب جديد we any bikes نحن إن بتيجي في الجملة المنفية يبقى احنا هنختار نفي وي تاخد haven't يبقى we haven't got any bikes ، ليس لدينا أي دراجات ، has he got an umbrella ؟ هل هو لديه شمسية؟ نو no, هي نو no, وحنفي <hesitation> هنا هتبقى hasn't لإن هي مفرد يبقى نو no, هي hasn't لا ليس لديه شمسية بعد كده read and correct the underlined words اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط no they aren't got a car لا هم ليس لديهم سيارة يبقى they aren't ولا they haven't they haven't got a car يعني هم ليس لديهم سيارة we can give money to help the poor يمكننا أن نقدم المال لنساعد الفقراء طبعا كان بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى we can give لا we can give we can give هاف سميرز دايت got بيرد هل والد سمير عنده لحيه طبعا هنا سمير مفرد ابو سمير يبقى هنا الفعل كانها هي فهختار هاز هاز جوت هاز وبعد كده اللي بسال عنه وبعد كده جوت she got curly hair هي عندها شعر كيرلي طبعا شي بتاخد هاز يبقى ممكن اكتب في في اختصار هاز وممكن اكتب هاز يعني الاثنين صح she's got او she has got وطبعا الابوستور في اس اختصار لكلمة ايه هيز بعد كده my sister hasn't get a pen اختي ليس لديها قلم هي المفروض hasn't ايه hasn't got she can't ride in a bike هي لا تستطيع ركوب الدراجة يبقى she can't ايه ride a bike كانت بجيب بعدها حل في المصدر I'm very busy today so I can't play squash أنا مشغول جدا اليوم لذلك يمكنني أن ألعب سكواش أنا مشغول يبقى إيه لذلك لا يمكنني يبقى إيه, إيه can't can't يعني لا أستطيع إن أنا ألعب سكواش اليوم ليه because I'm busy لأن أنا مشغول بعد كده اختبار على lesson one و two نحاول نسمع كويس ونختار الإجابة الصحيحة دعاء الغباشي plays volleyball for Egypt She's very tall. She's one hundred and eighty centimeter tall. She's strong and fast. She always has a big smile. Is my know Dual she plays volleyball for Egypt. She's very tall. She's one hundred and eighty centimeter tall. She's strong and fast. She, she always has a big smile. دعاء الغباشي زي ايه بلاير فولي بول بلاير يعني لعبة كرة كرة طايرة شيز ايه سنتيمترز طول قلنا ان هي 180 يعني 180 180 سنتيمتر دعاء always has a big دعاء دايما بيكون عندها ايه big smile يعني ابتسامة كبيرة دعاء is ايه دعاء is strong and fast يعني قوية وسريعة السؤال الثاني Complete the following dialogue أكمل الحوار الآتي علي is asking عمر about his favorite sports star علي بيسأل عمر عن رياض عن لاعب الرياضي المفضل عنده علي بيتكلم عمر بيسأله بيقول له who is your favorite sports star مين أفضل لاعب رياضي عندك رد عليه وبعد كده قال له what sport does he play اللعبة اللي هو بيلعبها رد عمر وبعد كده علي سأل سؤال وهنا مش واضح بيتكلم عن اي لاعب فممكن نكتب مثلا محمد صلاح Who's your favorite sports star? نقول مثلا my favorite my favorite my favorite, my favorite sports star is محمد محمد صلاح What sport does he play؟ إيه اللعبة الرياضة اللي هو بيلعبها؟ He plays football هو بيلعب, بيلعب كرة قدم He plays football بيلعب كرة القدم علي بيسأل بعدين عمر رد عليه قال له he has good dark curly hair هو عنده شعر اسود وكيرلي طبعا يبقى هنا هو شكله ايه او ملامحه ايه يبقى what what does he look like what does he look like يعني هو شكله ايه what does he look like بعد كده علي سأل سؤال وعمر قال له I like him because he's my role model انا بحبه لانه هو ايه القدوة بتاعتي يبقى هنا ليه انت بتحبه يبقى why do you like him why do you Why do you like? Why do like him? يعني انت بتحبه ليه؟ قال له لانه هو القدوة بتاعتي. بعد كده do you want to be like him? هل تريد ان تصبح مثله؟ Yes I do بسؤال بهل يبقى yes i do. ايوه انا عايز اكون مثله. السؤال الثالث. He is clever and can aim many goals. هو ذكي او ماهر ويستطيع ايه اهداف كثيره يستطيع ان يحرز يبقى can score. He plays football for a famous in Africa. He هو, بي هو بيلعب كره القدم لايه مشهور في افريقيا. For a famous team في فريق مشهور في افريقيا. هل Salma got a pen? هل سلمى لديها قلم او عندها قلم? No she. هنا بنفي يبقى has هتبقى ايه؟ hasn't. No she hasn't. hasn't يبقى مع معنى. لانما لو yes تبقى yes she has. Camels are very strong. الجمال بتكون قويه جدا. They can carry 200 kilos of bags. هم بيحملوا 200 كيلو من الحقائب. يبقى هم يستطيعوا يبقى زي can. They can carry. I got glasses but my sister has got glasses. انا نظاره لكن اختي عندها ليس عندها اختي عندها نظاره. يبقى انا ما عنديش لكن لكن بتنفي يعني عكس الجملتين لو هنا عندي يبقى هنا مفيش هنا مفيش يبقى هنا عندي اختي معاها نضاره يبقى انا اللي معيش يبقى I I تاخد have ونفي نفي have haven't I haven't got glasses is the opposite of fast عكس كلمة fast عكس كلمة سريع عكسها slow بطيء This man's photo is, uh, is in all the newspaper صورة هذا الرجل بتكون موجودة في كل الجرائد he's very إيه هو إيه هو مشهور يبقى he's very famous famous يعني مشهور he always has a big إيه on his face هو دايما بيكون عنده إيه كبيرة على وجهه has a big smile يعني ابتسامة كبيرة a big smile is, the, is hair that grows above a man's top lip شعري بينمو فوق شفة الرجل العلوية طبعا ده اللي هو الايه الشارب ده الموستاش مستاش يعني شارب my hair is ايه it is it isn't straight شعري بيكون ايه هو مش مستقيم يبقى هو ايه عكسها curly curly يعني موج read and correct have you get glasses هل انت عندك نظارة يبقى have اسمها have ايه have got Have, have, she got chips for dinner هل هي عندها بطاطس على أو شيبسي على العشاء؟ طبعا she بتاخد ايه؟ has has she got he's able to running fast هو قدر على الجري بسرعة طبعا able to بجيب بعد ألف في المصدر he's able to run do you play the drums? yes I can هنا المفروض هل تستطيع أن تعزف على الطبول؟ أيوة أنا أستطيع يبقى can you play can you بعد كده حل صفحة 143 He's a person who can make good decisions هو بيكون شخص إيه يستطيع أنه يتخذ قرارات جيدة يبقى هو شخص إيه sensible يعني عقلاني sensible He likes إيه with water colors هو بيحب إيه مع الألوان المائية يبقى هو بيحب ايه التلوين he likes painting بالالوان المائية he was wearing a hat everyone was looking at him هو كان بيرتدي قبعة ايه كل شخص كان بينظر له يبقى هو كان بيرتدي قبعة غريبة يبقى strange hat strange معناها غريب strange our teacher gets a when we don't do our homework معلمنا بيصبح إيه عندما لا نفعل واجبنا يبقى gets angry ، angry يعني غاضب get angry يعني يصبح غاضب ، stories are exciting and dangerous إيه ، قصص إيه بتكون مثيرة وخطيرة طبعا اللي هي الأيه adventure قصص المغامرات قصص المغامرات adventure stories adventure stories something scary makes you feel الشيء المخيف بيجعلك تشعر بالايه makes you feel frightened يجعلك تشعر بالخوف I love learning about how things work أنا أحب التعلم عن كيفية عمل الأشياء So I love لذلك أنا بحب مادة الإيه العلوم Science My little brother is very funny He always makes me أخي الصغير بيجع هو مرح جدا أو مضحك جدا هو دايما بيجعلني إيه بيجعلني أضحك makes me laugh يعني يجعلني أضحك عمر is a busy person this means he is عمر بيكون شخص مشغول ده معناه ان هو doing something يعني بيعمل شيء doing something a brave person is happy to do something الشخص الشجاع بيكون سعيد ان هو يعمل شيء dangerous يعني خطير Is a person in a book or film شخص في كتاب أو فيلم اسمه إيه؟ اسمها character يعني شخصية character is a website on which someone writes regularly it's like an online diary هي عبارة عن موقع شخص بيكتب فيه بانتظام لا زي ايه مفكرة بس الكترونية طبعا ده اسمه ايه a blog تعرفوا البلوج blog يعني website بنكتب <hesitation> يعني نكتب عليه بانتظام. means to be good at learning things معناها ان انت تكون جيد في تعلم الأشياء يبقى انت كده ايه؟ clever يعني clever ذكي او ماهر clever. are you frightened the dog؟ هل انت خائف من الكلب؟ يبقى frightened ايه؟ frightened of يعني خائف من she likes art it's her favorite hobby. هي بتحب ايه الرسم؟ ده هوايتها المفضلة doing art my parents always help me my problems والدي دايما داي بيساعدوني في حل مشاكلي help بجيب بعدها المصدر يعني اقول help me solve او help me to solve فالاتنين ينفعوا يا فعل في المصدر او to المصدر ايه اللي موجود عندي to المصدر يبقى help me to solve او solve لو موجودة في الاختيارات صفحة سبعة وأربعين. choose the correct answer he'd like football هو يريد ان يلعب كرة قدم would like بجيب بعدها الفعل في to والمصدر he'd like to play he'd like to play football أحمد likes history because he loves it about the past أحمد بيحب التاريخ لأنه هو بيحب إيه عن الماضي بيحب التعلم عن الماضي يبقى love بجيب بعدها الفعل في ing يبقى love learning بحب التعلم يعني بجيب الاسم المشتق من الفعل ايضا لايك like a computer games أنا لا أحب لعب ألعاب الكمبيوتر طبعا لايك like بجيب بعدها الفعل فيه اي إنما would أشوف would like أو would like بختار to المصدر طيب like لوحدها أختار اي N شوفنا would والفعل بختار to المصدر في أي حاجة would like would prefer okay نوعها no, like swimming نار no, لا تحب السباحه طبعا مضارع بسيط فيب بدونت. لكن هنا هو مفرد فهنفي بايه doesnt like يعني لا تحب doesnt like she like watching tv yes she does هل هي تحب مشاهده التلفاز ايوه هي بتحب تبقى طب هنا طبعا هنا does يبقى هنا هسال بايه اللي بيجي مع she does إنما لو هنا زي إيه do إنما she بتاخد does معناها هل هي تحب مشاهدة التلفاز يس yes, she does طب لو نو no, يبقى نو no, she doesn't سما isn't interested in pictures سما ليست مهتمة بإيه الصور interested in بجيب بعدها الفعل في ing interested in drawing pictures يعني رسم الصور he prefers math هو بيفضل ال الرياضيات يبقى prefers بجيب بعدها الفعل في ing يبقى he prefers doing math يعني بيفضل القيام بإيه بالرياضيات طيب وحل الرياضيات اوكي طيب هنا prefer بجيب بعدها الفعل في ing طبعا عندي would prefer يبقى هختار تو المصدر انما هنا prefer بس يبقى الفعل فيه ing هدى doesn't enjoy action films لا تستمتع بأفلام الأكشن لا تستمتع بمشاهدة يبقى enjoy بجيب بعدها ing يبقى enjoy watching Do they like computer games؟ هل هم بيحبوا ألعاب الكمبيوتر؟ هل هم بيحبوا لعب ألعاب الكمبيوتر؟ Like بجيب بعدها الفعل فيه ing Do they like playing؟ Amir is good at the computer امير جيت في استخدام الكمبيوتر ات حرف جر فبجيب بعده الفعل فيه اي ان جي يوزينج معناها استخدام بعد كده ريدن correct اقرا وصحح هدى از بدات سويم هدى بتكون سيئه في المفروض في السباح بدات بجيب بعدها الفعل فيه اي ان جي حرف جر يبقى اجيب بعده اي ان جي يبقى bad از swimming بضعف في M واضيف ING علي is good for art علي جيد في الرسم طبعا good بجيب معها حرف الجر ايت good ايت اماد likes watch football matches on TV اماد بيحب مشاهدة مباريات كرة القدم على التلفاز يبقى likes watching like بجيب بعدها اي في ING يبقى likes watching I'm interested about art أنا مهتم بالفن أو الرسم طبعا interested بجيب مع حرف الجر in interested in بعد كده does your father like travel to work ؟ هل والدك بيحب يسافر للعمل؟ طبعا يحب السفر like بجيب بعدها الفعل فيه ing يبقى like traveling like traveling بضعف حرف ال ال would you prefer ride bikes هل انت بتفضل uh, قيادة, oh, قيادة الدراجات و would prefer بجيب بعدها تقول المصدر to ride انما لو عندي prefer بس بجيب بعدها الفعل فيه ing يعني لو ما فيش هنا would مثلا do you prefer هتبقى do you prefer riding طب عندي would would prefer يبقى تقول المصدر بليغ is interested in listens to music. بليغ مهتم بالاستماع إلى الموسيقى. Interested in بجيب بعد الفعل في ing. I listening. Interested in listening. I hate walking the sun in summer. أنا أكره المشي في الشمس في فصل الصيف. طبعاً hate بجيب بعد الفعل في ing. يبقى I hate walking in the sun in summer. I hate walking. What do you like to do in the afternoon? أنت بتحب تعمل إيه بعد الظهر؟ يبقى what do you like? Like بجيب بعد الفعل في ING يبقى what do you like doing? Have you like swimming? Yes I do. هل أنت بتحب السباحة؟ أيوة أنا بحبها. هنا do الإجابة يبقى هنا السؤال بهل يبقى do you like swimming? طبعا you بتاخد إيه do مش does يبقى do you like swimming؟ طب لو هي واحدة يبقى does she like swimming؟ انما يبقى دو بتيجي مع اي وي يو ذي اما داز بتيجي مع هي وشي وات بعد كده حل صفحة 149 تدريب على الدرس الثالث والرابع complete the following dialogue اكمل الحوار الاتي احمد يسأل علاء about his favorite sport احمد بيسأل علاء عن رياضته المفضلة بيقول له what's your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة على رد عليه وبعد كده قال له أحمد قال له why are you good at it ليه أنت جيد فيها بعد كده سأل سؤال وعلى قال له play basketball in the club أنا بلعب كرة سلة في النادي يبقى هي رياضته المفضلة كرة السلة يبقى ماي ممكن تقول my favorite sport is basketball أو I like basketball يعني الإجابتين صح my favorite My favorite sport is basketball. Why are you good at it? Leentaquiel and nana but the rub a lot because I train. لإن أنا بتدرب كويس جدا I train very hard يعني بجد I play basketball in the club ، بلعب كرة سلة في النادي يبقى المكان هنا بيسأل عن المكان إنت بتلعب كرة سلة فين؟ يبقى where where do you play basketball إنت بتلعب كرة سلة أين تلعب كرة سلة؟ أو where do you play it يعني أين تلعبها؟ أحمد سأل سؤال وعلاء قال له I play basketball twice a week أنا بلعب كرة سلة مرتين في الأسبوع يبقى هنا بيسأل عن كم مرة أنت بتلعب كرة سلة يبقى how often how often do you play basketball كم مرة أنت بتلعب كرة سلة Can I play with you? ممكن ألعب معك؟ معك هيقول له إيه؟ Sure بالتأكيد تاني سؤال معنا سؤال القطعة Alice's Adventures in Wonderland is a famous children's story مغامرات أليس في بلاد العجائب هي قصة أطفال مشهورة Children's story يعني قصة أطفال Alice has a lot of adventures in Wonderland أليس عندها الكثير من المغامرات في بلاد العجائب she meets a lot of interesting characters هي بتقابل العديد من الشخصيات الشيقة والمثيرة Wonderland is a strange but interesting place for Alice بلاد العجائب بتكون مكان مثير لكن مكان غريب لكنه مثير بالنسبة لأليس Alice is a sensible, brave and clever girl Alice بتكون بنت ذكية وشجاعة وعقلانية she meets the white rabbit that is usually late and runs fast هي بتقابل الأرنب الأبيض اللي عادة بيكون uh, متأخر وبيجري بسرعة The Cheshire, the Cheshire cat is a funny animal which helps Alice to find different places and character قطة الشيشاير هي بتكون حيوان مرح بيساعد أليس أن يتجد العديد من الأماكن والشخصيات the queen of hearts is a scary person ملكة القلوب بتكون عبارة عن شخص مخيف and she shouts at people but Alice is not frightened of her وهي بتصرخ في الناس لكن أليس ليست خائفة منها At the end of the story, all the characters help Alice, help Alice so she can go home again. كل الشخصيات بتساعد أليس أن بتتمكن من العودة للمنزل مرة أخرى طبعا شيء عايدة على مين على أليس The worst character is الشخصية الأسوأ هي مين قلنا إيه The queen of hearts ملكة القلوب The underlined word shouts means talks كلمة شاوت تصرخ أو تصيح معناها إن هي تتكلم بإيه؟ بصوت عالي talks loudly the underlined pronoun she refers to لأن شي عايدة على مين؟ على أليس إن هي بتقابل الأيه؟ ال white rabbit الأرنب الأبيض answer the following question what does this passage talk about؟ القصة دي أو الفقرة دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن آه Alice's Adventures in Wonderland يعني مغامرات أليس في بلاد العجائب الإجابة في السطر الأول يبقى إجابة السؤال الرابع هنا Alice's Adventures in Wonderland دي إجابة السؤال الرابع How does the Cheshire Cat help Alice؟ إزاي كنت الشيشاير بيساعد أليس؟ بيساعدها إن تجد العديد من الأماكن والشخصيات يبقى helps Alice to find different places and characters دي إجابة السؤال الخامس بسعادة في جدل الكثير من الأماكن والشخصيات Why do you think Alice is brave؟ ليه تعتقد أن Alice بتكون شجاعة؟ لأنها لم تكن خائفة من Queen of Hearts ملكة القلوب Because she wasn't لم تكن she wasn't frightened يعني خائف من she wasn't frightened of the queen of hearts I would like this cafe أنا أريد أن أزور هذا المقهى would like بجيب بعدها الفعل فيه to المصدر يبقى would like to visit like لوحدها يبقى like visiting إنما عندي both يبقى أختار إيه؟ أختار to visit a person makes good decisions شخص بيتخذ قرارات جيدة يبقى ده إيه؟ sensible person يعني شخص عقلاني means arriving after the correct time معناه يعني إن أنا أصل بعد الوقت الصحيح يبقى أنا كده إيه متأخر late. I don't like إيه because I'm not good at painting أنا لو أحب إيه لأن... لأن... لكن... لأنني ليس جيد في, ال... في التلوين يبقى أنا ما بحبش الإيه I don't like art الرسم They love إيه about science هم بيحبوا إيه عن العلوم Love بجيب بعد الفعل في ING يبقى love learning about science Love learning teaches us many things about the past بيعلمنا الكثير من الأشياء عن الماضي طبعا دي مادة الإيه history التاريخ you can write some information in your A post يمكنك أن تكتب بعض المعلومات في الإيه بلوج post المدونة blog post منشور في المدونة does Toka a playing tennis هل Toka طبعا بتحب لعبة التنس؟ الفعل اللي بيجي بعديه ing ده الفعل اسمه like ، داز بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى داز ثقة like when أحمد is angry he ate at people لما أحمد بيكون غاضب هو إيه في الناس he shouts بيصرخ أو يصيح في الناس يونس doesn't like watching TV because he thinks it is إيه يونس لا يحب مشاهدة التلفاز لإنه بيعتقد إن هو إيه it is boring يعني ممل Does he like read stories؟ هل هو يحب قراءة القصص؟ like بجيب بعدها الفعل فيه ing يبقى does he like reading? you are very good of playing tennis انت جيد جدا في لعب التنس يبقى good ايه؟ good at I'm not very good at draw انا لست جيد جدا في ال- في الرسم يبقى drawing good at اد بجيب بعدها فعل في اي ان جي يبقى دروينج اد لايك جو تو ذا بارك هو بيحب الذهاب الى الحديقه طبعا لايك like يبقى لايك like جوينج طبعا you وود لايك like يبقى وود لايك تو جو حل صفحه 155 people who can't walk can use a a to travel around الناس التي لا تستطيع ان تمشي تمكن ان تستخدم ايه للحركه طبعا بيستخدموا ويلي تشير يعني كرسي متحرك Wheelchair. you shouldn't tell people about your personal information it is a إيه. لا ينبغي ان تخبر الناس عن معلوماتك الشخصيه دي بتكون ايه اسرار او سر يبقى إيه. it is a secret سر there was a strong so all the boat trips were cancelled yesterday كان يوجد ايه قوية لان لذلك كل رحلات القارب تم الغائها بالامس يبقى there was a strong strong storm عاصفة قوية Our teacher has an attractive A. All students like him. معلمنا بيكون عنده إيه جذاب كل الطلبة بيحبوه يبقى attractive personality يعني شخصية جذابة. My favorite book is a. Treasure Island. كتاب المفضل بيكون uh, Treasure Island يعني جزيرة الكنز يبقى is called يعني بيسمى اسمه كذا. It's called يعني يسمى Treasure Island. I like Basil because he's a he's a lot of a. أنا بحب باسل لأنه هو بيكون الكثير من الإيه. المفروض هي هذا يعني هو عنده عنده الكثير من المعجبين. هذا lot of fans. هذا يعني لديه تنفعش is. Write a of your favorite book. اكتب ايه عن كتابك المفضل. Write a review يعني اكتب نقد لكتابك المفضل The new bridge the villages with the city الكوبري الجديد المفروض ان هو بيربط القرية بالمدينة يبقى connects connects يعني بيربط ما بين كذا وكذا انت اختار join join لما يكون the village and the city انما هنا connect with يعني يربط بي هنا لو في and هختار join انما هنا with يبقى اختار connect Short stories help young children improve their language. القصص القصيرة المفروض إن هي help بس لأن فعل جمع بتساعد الأطفال إن هم يحسنوا لغتهم يبقى reading قراءة القصص القصيرة reading short stories. After the ship sank, he swam to a nearby surrounded by water. بعد غرق السفينة هو سبح إلى إيه قريبة محاطة بالماء. إلى جزيرة قريبة A nearby island Is what the persons look like? شكل الشخص الخارجي ده اسمه إيه? Appearance المظهر Or what the person likes doing? Uh, الحاجة اللي الشخص بيحب يعملها دي اسمها إيه? Hobbies الهوايات Means one or more people With one or more people معناها بشخص أو أكثر يبقى دي ايه together يعني معا together This is an exciting book ده كتاب مثير It was written نجيب محفوظ تم كتابته بواسطة نجيب محفوظ يبقى it was written by written by يعني كتب بواسطة Traveling Cairo in the rush hour is not easy السفر القاهرة في ساعات الذروة ليس سهلا يبقى traveling around اللي هو التجول في القاهرة travel around يعني التجول children who can't walk can a lot of things using a wheelchair الأطفال اللي ما بيعرفوش يمشوا لا يستطيعوا أن يمشوا يمكنهم إيه الكثير من الأشياء مستخدمين الكرسي المتحرك يمكنهم فعل الكثير من الأشياء يبقى إيه can do a lot of things بعد كده تدريب على الدرس الخامس والسادس صفحة 158 نحاول نسمع كويس ونختار الإجابة الصحيحة My best friend is called Basil. He has got straight hair and brown eyes. He's kind. He likes reading and playing video games. Is that any? My best friend is called Basil. He has got straight hair and brown eyes. He's kind. He likes reading and playing video games. What is your best friend name? Uh, what is your best friend called? باسل he has got a hair and brown eyes هو عنده شعر ايه وعين بنية straight hair يعني شعر مستقيم باسل از ايه؟ باسل بيكون kind يعني عطوف وات داز هي لايك دوينج هو بيحب يعمل ايه؟ هو بيحب هي لايكس playing video games والريدنج الاثنين مع بعض قراءة والفيديو جيمز يبقى ايه وبي. بعد كده complete the following dialogue أكمل الحوار الآتي زينب is asking ميرا about her favorite book زينب بتسأل ميرا عن كتابها المفضل زينب بتقول لها what's your favorite book ايه كتابك المفضل ميرا ردت عليها وبعد كده زينب سألت سؤال ميرا قالت لها اين of green gables is a book by Lucy Maud Montgomery فطبعا هنا ده ايه ده الكتاب ودي اسم الايه الشخصية اللي كتبته الشخص اللي كتب اللي كتبها كتب الكتاب ده اسمه اسمها لوسي مود مونتجمري اوكي طيب ويبقى what is your favorite book يبقى Anne of Green Gables اسم الكتاب يبقى my favorite book او it is بيكون او my favorite book او it is it is in of green grapes ده اسم الكتاب طيب هنا طبعا هنا سالتها مين اللي الف الكتاب ده يبقى هو هو روت ات مين اللي الف واتلا الكتاب ده Uh, is a book by Lucy Maud Montgomery دي الشخصية اللي كتبته اسم المؤلفة who is the main character in the book مين الشخصية الأساسية في الكتاب ردت عليها بعد كده قالت لها why do you like this book انت ليه بتحبي هذا الكتاب يبقى الشخصية الأساسية أين يبقى the main character the main character is ايه اوكي okay. بعد كده واي دو لايك ذس بوك انت بتحب الكتاب ده ليه بعد كده قالت لها ا لوت اوف طبعا المفروض هنا فول ستوب لانها بتجاوب عليها في الكثير من المغامرات يبقى ليه هي بتحب الكتاب لانه ايه ات هاز ا لوت اوف ادفنتشرز ات هاز ا لوت اوف ادفنتشرز بيه العديد من المغامرات بعد كده الكثير من المغامرات وسألت سؤال وقالت لها we can learn how to be a sensible child like إيه يمكننا نتعلم إزاي نكون أطفال عقلانية زي إيه يبقى what do you learn from that book يعني ماذا تعلمتي أو ماذا تتعلمي من هذا الكتاب what do you learn from تعلمت منه ايه ان احنا نكون عقلانيين you should keep your password يجب ان انت تحتفظ بالباسورد بتاعك secret يعني سر my grandfather is a شلبي جدي بيسمى شلبي يبقى is called شلبي I learn swimming in a big انا اتعلم السباحة في ايه in a big ايه in a big pool يعني حمام سباحة كبير Basil has got a because he can't walk باسل عنده ايه لانه لا يستطيع ان يمشي باسل has ايه ويلت يعني كرسي متحرك my friend is عبد الرحمن he always helps me a lot uh, صديقي بيكون عبد الرحمن هو دايما بيساعدني كثيرا يبقى my best friend يعني صديقي المفضل my father is very busy ابي بيكون مشغول جدا he does sports every day هو بيلعب رياضة كل يوم لكنه هنا جملتين عكس بعض هو مشغول لكنه بيلعب رياضة كل يوم يبقى اختار ايه الرابط اسمه لكن بط he's kind friendly هو طيب وعطوف هو عطوف وودود يبقى he's kind and friendly ليه هنا اند لان الصفتين مش عكس بعض طيب وايه وودود It's important to be a like Alice. من المهم إن أنت تكون إيه مثل Alice. لكن المهم ان انت تكون brave يعني شجاع it's important sport regularly من المهم ان انت تتدرب على الرياضة بانتظام طبعا تمارس الرياضة it's important it's important ده مصطلح it's important it's necessary it's good it's واي so صفة بختار بعدها تو المصدر يبقى to do we got We got a prize as the best A in the school. إحنا حصلنا على جايزة كأفضل إيه في المدرسة؟ كأفضل best classroom يعني أفضل فصل. بعد كده read and correct. Levin loves play tennis. Levin بتحب لعب التنس. طبعا love بجيب بعدها الفعل فيه. ING يبقى loves playing. Has your father gets glasses? هل والدك عنده نظارة؟ طبعا has بجيب بعدها has a اسمها so has got رامي loves basketball and he doesn't like volleyball رامي بيحب كرة السلة مفروض لكنه لا يحب الكرة الايه طايرة طبعا هنختار ايه but واحدة مثبتة واحدة ما واحدة صحيحة والتانية يعني عكسها بختار الرابط يكون but he'd like drinking orange juice وبيحب يريد هنا would like يعني يريد يريد أن يشرب عصير برتقال هنا would like like لوحدها أختار ing طيب would like يريد أن يبقى would like to drink يريد أن يشرب would like to drink بعد كده معانا اختبار على يونت 3 نحاول نسمع كويس ونختار الإجابة الصحيحة يونس has got short dark curly hair he likes history but he doesn't like art because he's not good at drawing or painting اسمع تاني يونس has got short dark curly hair he likes history but he doesn't like art because he's not good at drawing or painting Eunice has got short curly hair لون شعره بيكون dark uh, يونس' favorite subject ماده يونس المفضله هي الايه ولا ان هو بيحب الايه في التاريخ يبقى history he doesn't like هو لا يحب الإيه. هو لا يحب الرسم he doesn't like art he is he's not good at or painting هو ليس جيد في الرسم او التلوين يبقى drawing or painting بعد كده complete the following dialogue اكمل الحوار الاتي طارق is telling تامر about his best friend طارق بيخبر تامر عن صديقه المفضل تامر بيقول له what's your best friend friend's name ما هو اسم صديق اسم صديقك المفضل فطارق رد عليه وبعد كده تامر سأل سؤال وطارق قال له he's got, uh, he's got curly hair and green eyes عنده شعر داكن وعيون خضراء تامر سأل سؤال وطارق قال له he likes reading and playing video games هو يحب القراءة ولعب ألعاب الفيديو اوكي فمش عارفين اسم الشخص ممكن نكتب اي اسم شخص يبقى my favorite my best friend is called هاني مثلا my best friend is called يعني يسمى my best friend is called هاني بعد كده هو عنده شعر داكن وعيون خضراء يبقى هو شكله ايه what does he look like what does he look like هو شكله ايه بعد كده سأل سؤال وطرق قال له he likes reading and playing video games هو بيحب القراءة ولعب ألعاب الفيديو يبقى ما هي هوايته يبقى what are his hobbies what are his hobbies أو what does he like ماذا هو يحب الاتنين صح ايه هي هواياته أو ماذا هو يحب what does he like what does he like what is he good at هو جيد في ايه بعد كده قال له حاجة وبعد كده قال له wonderful Do you think he'll be a football player? هل تعتقد أنه هيكون لاعب كرة قدم؟ يبقى هو جيد في الإيه؟ لعب كرة القدم يبقى هي is good هنا he از جود at طبعا بجيب بعد الفعل في ing يبقى he is good at playing football هل تعتقد ان هو هيكون لاعب كرة قدم؟ رد عليه قال له I think he'll be a great footballer يبقى هنا قال له بالتأكيد اعتقد ان هو هيكون لاعب كرة قدم عظيم بعد كده سؤال القطعة I have got many friends but Akram is my best friend عندي أصدقاء كثيرة لكن Akram هو صديقي المفضل He has got short dark straight hair هو عنده شعر طبعا طويل و sorry short يعني قصير و ناعم و He lives in Columbia Governor garden with his mom وبيعيش في محافظه القليوبيه مع امه there are two sisters والده واتنين من اخواته البنات his favorite subject is history مادته المفضله هي التاريخ because he loves to learn about the past لانه بيحب التعلم عن الماضي he also likes math هو ايضا بيحب الرياضيات and the science والعلوم he doesn't like art ولا يحب الرسم because he's not good at drawing or painting لأنه ليس جيد في الرسم أو التلوين his favorite sport is swimming رياضته المفضلة بتكون السباحة he goes swimming twice a week هو بيذهب للسباحة مرتين في الأسبوع he's a big fan of Liverpool Sports Club أم محمد صلاح هو يعني هو بيكون مشجع كبير ل لنادي ليفربول الرياضي ومحمد صلاح he always watches football matches on tv and sometimes goes to the stadium هو بيكون بيشاهد مباريات ال... الكره القدم على التلفاز واحيانا بيذهب الى الاستاد his favorite sport is swimming رياضته المفضله بتكون السباحه He goes swimming twice a week. هو بيذهب للسباحة مرتين في الأسبوع. Okay. Uh, أنا أسفة هنا طبعا هو مشجع لي uh, نادي ليفربول ومحمد صلاح. بعد كده بيشاهد المباريات على التلفاز وأحيانا بيذهب إلى الاستاد. In the stadium he watches matches of our national team. في الاستاد هو بيشاهد المباريات للمنتخب القومي. The underlying pronoun he refers to هي عايدة على مين؟ هو بيعيش في القليوبية اللي هو صديقه المفضل يبقى مين أكرم The underlying word twice means كلمة twice معناها إيه؟ twice معناها مرتين يبقى two times أكرم has got short a straight hair أكرم بيكون عنده شعر قصير وبيكون طبعا dark Give a suitable title for the passage My best friend is Akram. My My best friend يعني صديقي المفضل. My best friend is Akram. طبعا بيتكلم عن اكرم طول الايه؟ القطعه. Why do you think Akram sometimes goes to the stadium? ليه احيانا اكرم بيذهب للاستاد؟ علشان يشوف مباريات المنتخب القومي. يبقى to watch طبعا التي تبقى كابيتال تو واتش ماتشز of our national team مباراة للمنتخب القومي How often does Akram go swimming? أكرم بيذهب للسباحة كم مرة? Twice مرتين twice a week مرتين في الأسبوع twice a week She didn't want to go into the cave because she was هي لم تريد أن تذهب داخل الكهف لأنها لأنها كانت إيه frightened خائفة frightened لين likes إيه to hear father لينا بتحب إيه لوالدها likes بجيب بعد الفعل في ING likes talking The first on Monday morning science أول إيه في صباح يوم الاثنين بتكون العلوم أول حصة يبقى the first listen listen هنا معناه حصة أيمن هذا إيه سمارت فون أيمن بيكون عنده هاتف ذكي إيه هاتف ذكي يبقى has got has got يعني لديه لما يكون الفاعل مفرد أما لو الفاعل هنا جمع هختار إيه have People who like something or admire or admire someone are called الناس اللي بتحب شيء ما أو بتحب شخص بيسمى إيه دول بيسموا fans يعني جمهور أو معجبين أو مشجعين he wasn't scared he is a brave boy boy هو لم يكن خائف مفرد لأنه ولا شجاع يبقى because because my friend told me that no one else knows صديقي أخبرني حاجة آه يعني no one else يعني مفيش حد تاني يعرفها يبقى ده ايه secret أخبرني سر I always help my sister things at home أنا دايماً بساعد أختي الأشياء في المنزل طبعاً هي تعمل الأشياء يبقى do things at home The little puppy couldn't get out of the egg itself and he can't swim هي المفروض it لأنه غير عاقل الكلب الصغير لم يستطع ان هو يخرج من ايه بنفسه لانه لا يعوم لا يستطيع ان يعوم يبقى out of the pool خارج حمام السباحة دكتور مجدي يعقوب has an attractive ايه everyone loves him دكتور مجدي يعقوب عنده ايه جذابة كل شخص بيحبه يبقى attractive personality شخصية جذابة كان تصحيح can you help me please طبعا كان بجيب بعض الفعل في المصدر يبقى can you help me please have he got a mobile هل هو عنده موبايل طبعا he بتاخد ايه has has got I like English but math أنا بحب الإنجليزي لكن رياضيات أنا بحب الإنجليزي والرياضيات يبقى English and math Does he like play basketball اللي هو بيحب لعب كرة السلة يبقى لايك بجيب بعدها الفعل في اي جي يبقى لايك. ده لايك بلاينج ده كده كان يونت 3 اتمنى تكونوا استفدتوا معايا لو في اي اسئله يا ريت تكتبوها في الكومنتس ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه باي باي